أيضا مشاهدينا في مقطع متداول حصل على أكثر من 2 مليون متابعة في تطبيق التيك توك لسائحين أجانب مروا على كشك في أحد أحياء الرياض لبيع الجيمات والسمبوسة ونشروا ردة فعلهم على الكرم السعودي. نتابع. Is it good? Good, very good. Okay. Good to my mother. Your mother? Oh, awesome. Taste. Very good. Okay. And sambosa. Samosas. Oh, okay. Chicken. Oh yeah, I see. Samosa. Samosa. Oh yeah. Welcome. Fresh samosa. Oh, yes, nice. Welcome. Give one taste. Australia, America, welcome. Both New Zealand. Welcome. Thank you so much. What's your name? My name is Rakan. Rakan Moteri. Thank you. Nice to meet you. Thank you. This is okay, yeah. Okay. Oh, it's so big. Oh, let's try it. Oh my goodness. This is very good. It looks very it's good. It's hot now. Yeah. Oh, like a donut, honey-coated donut, sugary, syrupy, very good. Nice and still hot. Sesame seed adds to it. Really sweet. What a nice little treat along the road. Welcome Saudi Arabia. Thank you, sir. So nice. Thank you, ma'am. Yeah, what is that? Come on. No, this is Greek. No. Oh my goodness. Guest Saudi Arabia. Oh my God. Oh, and a car. Yeah. Thank you so much. That's so nice. Thank you. Welcome you. Thank you. والله ونعم استاذ ركان يعني انطيري يعطيك العافيه على هالجمال، على جمال الاخلاق وجمال الضيافه وحسن الضيافه وحسن الكرم، وهذا السعودي، هذا يعني خير مثال للسعودي شفناه في هذا المقطع. شكر يعني خاص للامانه لهذا الانسان الجميل والانسان العظيم واللي يعني ضرب اسمى وأجمل آيات خلنا نقول الكرم والعطاء والضيافة والابتسامة وحتى قاعد يقول يعني أن هذه والدتي اللي قاعدة تعمل صحيح. الله يحفظها ويطول عمرها يا رب، فهذا اللي احنا نحتاجه. هذا وختمها ببوكس فري وقال لها هذا فري ويلكم تو سعودي أرابيا يعني. والحلو حبيت أن الجروب اللي موجود يمكن اللي شفناه في الفيديو من نيوزيلندا ومن أستراليا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، فثلاث جنس يمكن هم اعتقد صحبات او شيء فجايين، فتخيلي هذا الموقف البسيط الجيمات وحبتين سمبوسه هو بسيط جدا، ولكن قديش يعني لهم، قديش ناس راح تتاثر، قديش ناس يمكن ما يعرفون شيء عن المملكه العربيه السعوديه، لكن لما يشوفون مثل هذا المقطع ومثل هالجود ومثل هالكرم اكيد انه نعكس يعني اجمل الصور صراحه من احلى المقاطع. صنع يومي هذا المقطع صادقه يعني فعليا جميل 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 لطيف فوق الوصف يعني ما في كلمات توصف جمال الفيديو والشعور اللي حسينا به. لكن يعني ابغى ارجع لنقطه كنت اسمعها وتتكرر دائما، كثير من الاجانب نسمع لهم يجوا هنا على السعوديه اول كلمه يتكلموا عنها يقول لك البلد امان، تقدري تخرجي من بعد الساعه 8 بالليل وانت مطمنه. موضوع الكرم، موضوع الاستقبال، موضوع المساعدات، لو احد مثلا سال احد في الشارع بيدله وهو مرتاح ما بيخاف، او ممكن يقول له تعال انا اوصلك واركبك ويكون الامور كلها يعني طيبه. فسبحان الله اقول هذه الاشياء يمكن احنا ما نحسها لانه هي طبع فينا، هي جزء مننا، بس الناس اللي يكونوا محرومين منها مها ويجوا ويعيشوها ويجربوها اول كلمه تسمعيها
انه البلد هذه امان. فالحمد لله يعني الله يديم علينا الامن والامان ان شاء الله كذا، ودائما كل احد فينا يشرف ويرفع راس المملكه بسمو اخلاقه. صحيح، يعني انا دائما اقول هذا من واجبنا احنا كاعلام بشكل يعني خاص، وايضا يعني الناس اللي موجوده على المنصات او منصات التواصل الاجتماعي. انا دائما لما اشوف مقطع كذا حلو جميل وكذا يفرح القلب الصراحه، دائما اقول هذه المقاطع اللي نتداولها بليز. أكيد. خلونا من المقاطع السلبيه، خلونا من الناس السلبيه، خلونا من الناس اللي لا تمثلنا ولا تمثل عاداتنا ولا تقاليدنا. واصلا الواحد ما يتشرف احيانا انه مثلا يكون هذول الاشخاص مثلا يعكسون خلنا نقول ثقافتنا أو يمثلوننا إن صح التعبير، لكن مثل راكان وغيره من الشباب والبنات واللي دائما نشوف قصص زي كذا، هذول الناس اللي أنا أحب دائما أركز عليهم ودائما أحب إنه أنا بروح لأم راكان. كلنا بدور عليها أم راكان وبروح لها. نبي نعرف بس في أي منطقة الفود تراك حقتهم هذه، وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق.